فاكر هننزل هل دي السؤال، اعمل السؤال سكتش المهم اتفكر يا دلوقتي، حشاش هل انا، يا هل اخ انا احمد. ثانية واحدة ثانية طب واحدة انا ثانية واحدة اصلا كنت طالع لك انت ماشي بس هتسيبك اتفضل تكمل يا اخ احمد، بس ادي الفرصة اتفضل لشادي، اتفضل ادي فرصة اتفضل. لشادي يا صاحبي وهتسيبك تكمل، احنا مع بعضين. يا اتفضل يا استاذ شادي. احمد اكيد عارف محمد بالقاسم الثقفي صح؟ لا لا طب ده فتح، ده فتح شرق اسيا، تخيل بقى الاسلام في شرق اسيا اتفتح بكام اتي، بكام واحد اتقتل يعني. لا يا بص، ما هو انت برضو انت كده بتكلمني في بص حتة لا بص انه اقول القتل لك على عشان حاجه افتح تانية، بلد، اديني انه فرصه القتل كامل، اديني يا فرصه بقى كامل فندم كامل. افهم بس، انت بص بتكلمني في حضرتك حتة اقول انه بص القتل حضرتك في كوديك، علشان افتح بلد، ان القتل عشان لا افتح اسمعني محتاج بقى شوف يهود الرقم، شوف الرقم بقى، شوف الرقم بس اللي يا بيتقال سيدي، بقى ان شاء الله في يكونوا 100 كتب الف قتالت، اسمعني بس. اسمعني بقى اسمعني، في كتب قتالت 80 مليون وفي كتب قتالت 89 مليون، تخيل 89 مليون شخص انت بتقتلهم عشان تنشر دعوة. اي بص بقى، ما دي الفكره، دي الفكره، انت النهارده اصلا واقف، انت مثلا هنقول مثلا حاكم اي دوله معينه واقف